روح على هناك، روح على هناك، روح يا عبد الرحمن معايا. يلا يلا اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر ونعمكم بخير من سنة طيبين عيد أضحى مبارك إن شاء الله عيد الأضحى سنة 2024 16/6 أجواء صلاة العيد إن شاء الله هنروح ونذبح الأضحية كل عام وأنتم بخير ولا غلى على الشنطة تعالى يا سيف خشوا انزلوا نسمعوا الخطبة تعالوا خشوا هنا نسمعوا الخطبة اقلع الشبشب اقلع وانزل سيمو كل سنة وانت طيب يحيى بص لنا يحيى الله أكبر الله أكبر كل عام وانتم بخير صلينا والناس بقى ايه بتحاول تروح أو بيتنقلهم واللي معاه حد بيدور عليه كل سنة وانتم طيبين خش لشادو يلا مش انا بسحب صاد يا اسحب لي اجري على سرعه الدكان خش على سرعه الدكان يالا مش شريف صلي على النبي صلي على النبي صلي ما شاء الله الله اكبر الله اكبر اللهم تقبل يا رب اللهم تقبل انصر فلسطين يا رب اللهم انصر فلسطين اللهم انصر فلسطين يا رب وعمر عمر من اللهم تقبل خالص من حد ضم يا ابني ارفع دم تحت ارفع دم تحت ارفع دم تحت ارفع دم تحت خش معايا خش صل على النبي يا رجاله روحنا عم عفوا يلا يلا ايه يا ابني شد يلا شد صل على النبي يلا الله اكبر شد صل على النبي ما يقومش ايه ده جدع كويس يا ماشي ماشي يا حاج اربط يا جماعه الرجلين دي الرجلين دي ايوه جايه
جت الجوز ده جامد بعد الدوم اللي ورا في الزعش شويه بقى ايه الزعش يا عم ما تطروش بالله بالله عليك ما تطروش احنا لسه بنقول يا رب يا هادي يا رب يا هادي خليه بقى يخبط والله ما مودينا في المستشفى اللي فقع خنصر من هنا خلاص هيجي يا عم الله كريم عشان انت يا عم ان شاء الله مسطوره باذن الله هم اصحابه غلابه خير يا عم واحنا كلنا طيبين ربنا يعدي على خير باذن الله ان شاء الله ان شاء الله اي الله الله اكبر عليك يا معلم ضم كبير ضم جامد ضم جامد ضم جامد يلا صل على النبي صل على النبي خلي بالك خلي بالك مش عايز انزل تاني مش هيمشي مش هيعيش يلا نتوكلوا على الله عشان العجل لو جاب كل الوقت ايه ما انا فاهم مش خوفي من العجل ما عارف صح سيفتي فيرست حاجه سيفتي فيرست اهم حاجه تخرج العجل صح لو جابها الشيل كل ده مسطوره باذن الله يلا 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 توكل على الله بسم الله الله اكبر ده يا جماعه عجل بقر مشترك فيه 7 افراد يجوز يا جماعه ان العجل البقر او البقر عامه المعدي السنتين في العمر يجزي عن 7 افراد او 7 عائلات انا مشترك مع 7 افراد ليا صبع في العيد الله متقبل يا رب انا بقول لكم الكلام ده عشان نشجعكم ان انتوا تعملوا كده ان شاء الله لا 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 ابرك 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 فوق منه السلام عليكم يا جماعه طبعا يا جماعه الاضحيه ديت سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هي عن القادر انا بالنسبه للناس اللي هي بتدخن سجاير دول يقدروا ان هم يضحوا بسم الله الله يعملوا ايه طيب انا بنعمل حصاله طول السنه بنقول ان هي دي بتاعه الاضحيه نفضل نحط فيها اي فلوس معايا نيجي في الاخر على البركه بنلاقي معايا ثمن الاضحيه هنوريكم الحصاله اهي ومكسرها انا والاولاد كل سنه استنى بس ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما تخافش ما تخافش هيروح فين ما تخافش ما تخافش ما تخافش خلاص هو هو خلص خلاص يا معلم ما تخافش ما تخافش ما تخافش هي ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر اللهم تقبل يا رب بس خلاص كده انسى بالراحه بالراحه يا حماد بس هما نفس الشخصيه بس خلي بالكوا هتروحوا تناموا احلى نوم لا بعد ما تخلص الليله هتنامي جتيله كده اللي هو القرع اللي بيتفرع عشان ده القرع عشان خطوه
جيتي ليه يا مريم؟ كنت رايحتي يا بس مع لا والله احلى ادم في الدنيا ده ولا ايه؟ ايوه ايوه الدغمه حبيبي حبيبي تعالى دخل يا عايزين واحده سفاري يا امير على ال يلا ايه ده واحده سفاري على السنة وفين الشوب يلا ماشي بقى ساعتين بتعلق ايه وانا فرم لك خرمه في الساعه لا انا كل عام وانتم بخير يا جماعة. انا والله العظيم حابب نشارك معاكم اللحظات دي ونحفزكم على الاضحية. يا رب تكونوا بخير يا رب. تحياتي ليكم. كان معكم اخوكم سامح الخوالقة رحلة الاضحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.